إذن نعود لاستكمال فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، وأكيد ويانا بهذه الفقرة اللي وصلناها ضيف مميز حتى نتحدث عن محور لحلقتنا لهذا اليوم. هو عنوان الحلقة: ما مدى التزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325؟ إذن مشاهدين، اليوم راح نتحدث عن جمعية نساء بغداد، إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق منذ عام 2004. هاي طبعا الجمعية تهدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وضمان الحماية القانونية لهن. طبعا بنفس الوقت تضمن المساواة والاحترام وكافة الحقوق للإنسان وبالتحديد للنساء والفتيات. أيضا مشاهدين، يتم عمل الجمعية ضمن مشروع المتابعة والدعوة لتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمات تحالف دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325. وأكيد راح نناقش من خلالهم موضوع التزام حكومة إقليم كردستان بتنفيذ الخطة الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 مع السيدة أمل جلال، مدير عام المجلس الأعلى لشؤون المرأة. صباح الخير ست أمل. صباح الخير. صباح الانوار. اهلا صباح وسهلا. نورتينا. اهلا وسهلا بحضرتك مع برنامج يوم جديد. منوره بكم، الف شكر. شكرا. الله يعطيك العافيه. بدايه ست أمل، حدثينا باختصار عن مفهوم الخطه الوطنيه لقرار مجلس الامن 1325، وشنو هي ابرز فوائدها للمجتمع سواء كان داخل اقليم كردستان او العراق بصوره عامه، حتى تتوضح الصوره الكامله للمواطنين. شكرا لجمعية نساء بغداد، وشكرا لقناة الرشيد لإتاحة هذا الفرصة القيمة بخصوص القرارات في مجلس الأمن الدولي. نعم. صراحة قبل ما أخوض هذا المسألة أريد أنوه فت موضوع كلش مهم بالنسبة للدول والحكومات. صراحة على المستوى العالمي الدول والحكومات مديونين لجهود و النشاطات والمبادرات الكثيرة من قبل المنظمات المجتمع المدني وبالأخص المنظمات الغير حكومية، وخاصة احنا في العراق وفي إقليم كردستان، يعني من خلال مبادرة المنظمات المجتمع المدني على مستوى العراق وعلى مستوى إقليم كردستان، بادروا بمجموعة من القضايا من مسودة مشاريع اللي تخص قوانين واللي تخص حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وبالأخص المنظمات العاملة على تحقيق الأهداف اللي تتعلق بقضايا المرأة. بهذا الخصوص بعد مرور يعني تقريبا 12 سنة على إصدار القرار لـ 1325، بادروا المنظمات الغير حكومية على مستوى الوطني بمعرفة أو بتعريف القرار للمؤسسات الحكومية، منها المؤسسات على مستوى الاتحادي أو على مستوى الفيدرالي وعلى مستوى إقليم كردستان. القرار بعد مرور 12 سنة ما كان لها وجود في المؤسسات الدولة، لا في إقليم كردستان لا في حكومة الاتحادية، لكن من خلال المبادرة اللي بجهود المنظمات الغير حكومية وبتحالف قرار 1325 بادروا بمعرفة هذا القرار وشنو يعني شنو هدف من إصدار هذا القرار وما هو مضمون هذا القرار. القرار تتعلق بالدول اللي توجد فيها صراعات مسلحة أو صراعات سياسية، ومنها مع الأسف إحنا في الدولة العراقية وفي المناطق الحدودية إحنا نواجه يوميا ومن خلال سنوات يعني ماضية نواجه موضوع التطرف الديني، الموضوع الإرهاب، موضوع الصراعات السياسية إلى آخره. لهذا طيب ست أمل، يعني ما أنه حدثتينا عن هذا الموضوع وهذا كل التفاصيل الخاصة بموضوعنا لهذا اليوم، يا ريت لو تحدثينا عن مدى التزام حكومة إقليم كردستان في تنفيذ الخطة الوطنية العراقية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325.
طبعا احنا في اقليم كردستان والمؤسسات الحكوميه، نعم. مجلس الاعلى لشؤون المراه كالمؤسسه المشرفه على تنفيذ الخطه الوطنيه، لدينا مجموعه من الرؤساء التشاركي على مستوى الوطني مثل ما ذكرت، الامانه العامه لرئاسه مجلس الوزراء، وفي اقليم كردستان وزارة الداخلية، سيد وزير الداخلية وأمينة عام لمجلس الأعلى لشؤون المرأة هم الرؤساء التشاركي، ولدينا كان لدينا مع الأسف، يعني لازم نقول لا كان لدينا، لأن هسه احنا نواجه مجموعة من التحديات. كان عندنا لجنة تنسيق ما بين المؤسسات الحكومية، الحكومة الإقليم وحكومة الاتحادية، وكان عندنا فريق وطني على مستوى الحكومتين الوزارات المعنية. مثلا في إقليم كردستان من خطوة الأولى بادرت الحكومة بتشكيل الفرق القطاعية. ستأمل أنت تتحدثين عن التشكيل، يعني هاي الأمور كلها عذرا، يعني تحدثينا عن حتى نفتخر معكم بالإنجازات و النتائج اللي حققتها حكومة إقليم كردستان في ظل الخطة الوطنية لمجلس أو لقرار مجلس الأمن الدولي 13-25، فشنو هي الحقائق والإنجازات؟ يعني أول خطوة بادرت بالمؤسسات الحكومية في حكومة إقليم كردستان هو تشكيل الفريق 13-25 على مستوى 8 وزارات، ومن خلال هذه الفريق يعني تمت إنجاز مجموعة من الورش لتعريف القرار ولمعرفة محتوى ومضمون هذا القرار ومسؤوليات اللي تقع على عاتق المؤسسات العاملة، مثلا وزارة الداخلية، وزارة الصحة، التربية إلى آخره. وأيضا يعني أنجزت مجموعة من الورشات لتدريب كيفية كتابة التقارير، كيفية الخوض في تنفيذ المضامين الموجودة في قرار 13-25، وخاصة أن احنا كان في ذلك الوقت كان احنا نمر في موضوع النازحين واللاجئين وإلى آخره، كيفية تقديم الخدمات للنازحين في المخيمات الموجودة في إقليم كردستان، وأيضا مجموعة من المواد اللي تتعلق بكيفية حماية المرأة من كافة أشكال العنف، إبعادة عن الاستغلال وإلى آخره من قضايا. صراحة إحنا في إقليم كردستان تقريبا يعني متقدمين يعني شوية من المؤسسات الحكومة العراقية، لأن قبل 13-25 كان المنظمات النسوية والمنظمات الغير حكومية قاموا ب تقديم مسودة مشاريع اللي تتعلق بتعديل القوانين. مثلا احنا في إقليم كردستان، يعني عذرا على المقاطعة أستاذ أمل، بما أنه حدثتين عن التحديات والنتائج الإيجابية والجميلة اللي تم تحقيقها، لكن هنا حدثين عن أبرز التحديات يلي واجهت تنفيذ خطة العمل الوطنية في إقليم كردستان. شنو هي التحديات اللي كانت أو اللي واجهتوها؟ التحديات التي احنا نواجهها، لان قرار 13-25 تختلف عن المشاريع الاخرى اللي تنفذ في اقليم كردستان، لان الخطه الوطنيه ل 13-25 خطه وطنيه. التحديات اللي تواجهنا في اقليم كردستان نفس التحديات اللي تواجه المؤسسات الحكوميه. ليش؟ لان صراحه الخطه الوطنيه كان من المفروض ان تخصص له ميزانيه خاصه من قبل الحكومة الاتحادية لتنفيذ هذه الخطة، لأن مصادقة الخطة تم تصديقها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان ملزمة بتنفيذ المضامين اللي تتعلق بقضايا النازحين واللاجئين والمجتمع المضيف وإلى آخر المؤسسات اللي تتعلق بمسؤوليات حكومة إقليم. لكن أول خطوة اللي احنا يعني كان أكبر تحدي للاثنين، للحكومتين، للمؤسسات الإقليم ومؤسسات الاتحادية، هو عدم تخصيص ميزانية بهذا الخصوص. ولحد الآن نفتقر إلى مجموعة من الالتزامات من قبل الحكومة الاتحادية، لأن صراحة أنا كمنسقة لوزارات في حكومة إقليم كردستان وأيضا كعضوة في لجنة تنسيقية في حكومة الاتحادية، صار لنا تقريبا سنة احنا نواجه منتظرين أنه يصادقون على الخطة. يعني طيب أنا كنت بالي هذا السؤال ست أمل، أنت تتحدثين يعني هل يا ترى أنه
ما كان أكو تعاون من قبل الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، يعني أم كان عملكم منفرد؟ يعني حابين نعرف شنو هي الحقائق إذا ممكن. لا طبعا بال يعني احنا في بدايه يعني المبادره، نعم، المنظمات العامله في اقليم كردستان والمنظمات الموجوده في المحافظات العراقيه بادروا بهذه الموضوع، وكان نسبه التشارك ونسبه التعاون ونسبه يعني التنسيق ما بين المؤسسات الحكوميه وما بين، نعم، المنظمات كان بمستوى يعني جيد وكان بمستوى عالي. لكن صراحة احنا صار لنا تقريبا سنة ونص احنا عندنا مجموعة من التساؤلات ومجموعة من القضايا اللي يعني متعلقة ما نعرف شنو اسبابه. مثلا صدر قرار في رئاسة مجلس الوزراء في ايام الاستاذ العادل المهدي انه لغوا كافة الفريق الوطني والسكرتارية والى اخره، لكن احنا في ذلك الوقت كنا بصدد انهاء في اعداد الخطه الثانيه لقرار 1325. لحد الان من ذلك الوقت لحد الان ماكو اي اجتماعات، ماكو اي تنسيق ما بين المؤسسات العامله بهذا الخصوص. يعني اول تحدي، هذا اول تحدي اللي واجهتنا بالايام الاخيره. واحنا في اقليم كردستان صراحه بدنا نفكر هل يعني من المفروض انه بعد هذه القرارات أن نعمل مع المؤسسات الاتحادية أو إحنا في إقليم كردستان نبادر أو نبدأ بتنفيذ الركائز والأهداف اللي حددناها على مستوى الوطني. هذا كل مجموعة من التساؤلات اللي لحد الآن إحنا ما نجد أي إجابة على هذه المواضيع. طيب إن شاء الله يا رب أكيد، نعم، يعني تجاوزون هذه التحديات بأقل الخسائر، وإن شاء الله تكون أكو حلول مناسبة. إذن ست أمل جلال مدير عام المجلس الأعلى لشؤون المرأة، شكرا لك ولانضمامك لنا عبر سكايب في برنامج يوم جديد. تحياتنا لك. تحياتنا لك.